الحلقات الكلية المخصصة للقانون القصري الكبير وانخرطت فيها كعضو من أعضاء الفريق البيضاوي. السيد العميد السادة الحضور الكرام، بقدر ما خلصت لهذه الكلية في تحمل المسؤولية البيضاوية بها، وبقدر ما مثلتها في الاجتماعات الخارجية ذات الطابع البيضاوي، وبقدر المساهمة والتكلم باسم الكلية في كثير من وسائل الإعلام حوالي 10 مرات أو أكثر، وتمثيلها كذلك في عدة لقاءات علمية وطنية ودولية، بقدر إخلاصي في هذا سأظل أخلص لهذا التكريم ولهذه العمالة التي حملتموني. سأخلص كذلك للزمالة التي جمعتني مع الأساتذة كلهم ومع الطاقة الإدارية، وهنا أشيد بروح المسؤولية والحوار الراقي في تدبير شؤون الكلية وفي النقاش داخل الاجتماعات، الشيء الذي جعل اللجنة البيضاوية من أنشط اللجان حوالي الفترة التي قمت بإدارة هذه المصلحة ما يزيد عن 15 اجتماعا، كلها كانت ناجحة وصدر عنها كثير من القرارات المهمة.